دكتور تحدثنا عن كثير من التفصيلات، نتحدث شنو اليوم المعيار أو المقياس الحقيقي للنجاح؟ نشاهد شخصيات تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبفترة قصيرة يصبحون من المشاهير، ممكن يهبط بفترة قصيرة ممكن يستمر إذا كان المحتوى جيد، معيار النجاح عبر المواقع شنو يكون؟ هو كنا احنا عملنا مسابقة في المؤتمر بتاعنا اللي احنا بنعمله سنوي ده، اللي هو ما اللي هو اكتر ناس اللي هم بيسموه الانفلونسر. الانفلونسر في مجال السايبر سيكيورتي ده، انا بدي سنه اللي انا لمسه يعني. فاحنا بنعلن عن الشخصيات اللي عايزه تشترك، وبنعلن للناس ان هم يرشحوا او يختاروا، وبنيجي في الاخر بنقول ان احنا مين يا جماعه الاول ومين الثاني على المستوى العربي. فطلع فعلا جاب نتيجة كويسة جدا، ان الناس الاكثر تأثيرا على الشباب في بما يخص سايبر سيكوريتي طلع من الاردن، واسمه محمد احمد خريشة، ده راجل ناس مشهورة وناس ممتازة فعلا، وهو اكثر تأثيرا على شبكة معلومات في على المستوى العربي. راجل عطاء وبيدي معلومات قيمة وبيدي محاضرات في في موضوع الأمن السيبراني، أمن السيبراني، هو متخصص أمن السيبراني، وبيجي لنا مصر كل مؤتمر بيحضر معانا، وبيشترك في إعداد المسابقات اللي إحنا بنعملها للشباب، والناس لما بنيجي نعمل تصويت غالبية الشباب بتختاره هو كأول على مستوى العربي. في طبعا ناس غيره يعني، في حاجات إحنا بنعمل حاجات كتير نقدر نختار فيها سير الجيد للشباب الواعي، ده هو ده اللي بيخلي الشاب فعلا يبقى على طول، حتى بيشجعه على إن هو يطور نفسه وان هو يبقى اكثر تاثيرا، وان هو يجيب مواضيع جديده. طبعا احنا البحث العلمي شغال على طول ما بيقفش، فالشباب اللي هم الانفلونسر دول بيحاولوا يبحثوا عن مواضيع حديثه او افكار طالعه في ابحاث، ويبداوا يتكلم عنها ويشرحها ويساعد بيها الشباب علشان يطور من شباب المجتمع بتاعنا، المجتمع العربي يعني. طبعا بنتكلم كلنا في المجال ده على المؤتمر بتاعنا او النشاط بتاعنا كله اسمه المؤتمر العربي لأمن المعلومات، وبالتالي كل هدفنا كل الدول العربية، وكل الدول العربية تبقى مساهمة ومشاركة فيه معانا.